وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت السيدة سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن المؤتمر خرج ب67 توصية بما يسهم في مساعدة مختلف القطاعات على التعافي من أثار جائحة كورونا. احنا المؤتمر كان على مدة يومين وكان عندنا 5 محاور خرجنا بها منها ب67 توصية، منها ما هي أفكار ومنها ما هي حلول عملية ومنها ما هي طرق ابتكارية لمعالجة المشاكل الاقتصادية الوطنية، وهي كلها خرجت من خبراء السوق المحلي الذين يعالجون هذه التحديات بشكل يومي في مجالاتهم المختلفة. طبعا يسعدني أن أعلن أن المؤتمر كان في أكثر مشاركة في العالم الافتراضي، قدرنا حصلنا تسجيل أكثر من 2000 شخص، الحضور حق كل جلسة كان أكثر من 600 شخص. العالم اليوم طبعا في ظروف استثنائية عالميا والآثار الاقتصادية عميقة، ونحتاج سنوات للتعافي والانتعاش، وطبعا هذا يطلب منا أن كلنا نتكاتف الجهود مع بعض من مختلف الجهات